الاهداف كلها جميله، لكن هدف اتيكور اوين لاعب لافينا في حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني لو قعدنا نتكلم ربع ساعه على الهدف ده مش هيكفينا. الراجل استلم بظهره، الباص باستلام بعدله، أيوة. بتوجيه، بدقه، بقوه، يعني كل الحاجات دي في كره واحده يا كابتن علي. أيوة. استلام، بدوران، بظبط النشنكات، قالها روحي راحت. فحطها بصراحه بشكل جيد جدا جدا، فيها القوه، فيها الاتقان، فيها اللف بدوران، فيها الاستلام بعدله الكوره على الجون. يعني جاب جون ربع فرصه، دي ربع ربع فرصه. انا النهارده عشان الاهداف اجمع من بعضها هطلب من طيب اللي وقعتها مرتين خمس اهداف، لان بصراحه انا استمتعت بيهم. لا الاجوال جميله بصراحه. عد لنا طيب الاهداف مره ثانيه بعد اذنك. طيب هيرجع لنا الخمس اهداف، بس هنا بقى اللي انا عاوز اقول، واحد زي محمد عاطف ده لازم منتخب مصر الاولمبي، وما اكثر اللاعبين اللي ظهروا في هنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في دوري المحترفين. لازم اللي انا اطلع بقى، اقول لك يا دكتور اطلع، اقول لك حاجه كمان. فريق المقص بيعمل اجمل كوره، ولاد صغيرين كلهم، اجمل كوره اجمل كوره، بس هم دول برضه لو بصيت